بعض الناس بيقولوا ان علاقة حضرتك بأمير علاقة ظاهرة فقط لا غير، ولكن اكيد من جوه في نفسنا كبيرة. اسماعيل يوسف هو نجم مصر، هو المفروض يكون في الصورة، المفروض يكون ظاهر. امير هو اللي ظاهر، وامير هو اللي في الصورة، واسماعيل يوسف مختفي تماما. بعض الناس مصورة المشهد ده ان المشهد ده مضايقك خالص خالص. بص يا سيف، يعني امير بالنسبة لي زي عمر ابني، ويمكن العلاقة من قبل ما يبقى فيه انا موجود في نادي الزمالك او امير موجود في نادي الزمالك علاقة، احنا يعني كأصدقاء يعني اخويا الصغير، ومفيش مشكلة في حاجة خالص، لان انا في موقع برضو ما ينفعش ان انا ابقى فيه نفسنا او في اي حاجة من ابني او اخويا الصغير يعني كعقل يعني لا. وبعدين احنا قدامنا تارجت، احنا كلنا اي حد بيشتغل في نادي الزمالك وانا وامير بصفه خاصه، ان احنا الكيمياء الذهنيه مع بعض كويسين، يعني بنفكر يمكن في نفس الوقت. هو الحقيقه امير شاطر، يعني امير شاطر بحكم الناس وبحكم الاحداث اللي حاصله والهدوء والصفقات، دماغه مترتبه بشكل لا كويس. وده جاي مع كميتنا، يعني برضو كان في حاجات كتيره في تنظيمه قطاع كوره بنادي الزمالك، واحنا اتكلمنا فيها اكتر من مره من فترة كبيرة، ابتدت تتحقق حتى لو جزء بسيط منها السنة دي إن شاء الله، يعني في اللي جاي أفضل. لكن أنا برضو أرجع للنقطة، إن أنت يمكن في كلامك يا سيف قلت إيه؟ قلت إن أنت نجم مصر ونادي الزمالك. ده مش كلامي، ده كلام مصر يعني طبعا ربنا يخليك، إنما ما ينفعش إن أنا يبقى في حاجة أو غيرة بيني وبين، لا بالعكس انا ساعده. ان احيانا كابتن الاسئله اللي بنسالها مش مقتنعين بيها، بس هو في النهايه لا، هو لازم تقولها وانا انا تحت امرك. لا لا لازم رد تقولها في النهايه على كلام الناس عشان الناس تبقى عارفه يعني. ومش طبع اسماعيل يوسف ان انا انافس او اغير من اي حد.